إذن متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، متابعينا الكرام عبر قناة أبو ظبي الرياضية الثانية، تحيتنا متواصلة. شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد، بداية الجولة الثالثة من جولاتنا التي تتنقل ما بين الإبكار والجعدان، ما بين المحليات والمهجنات الأصايل. يسير هذا الشوط، شوطنا التاسع، حاملا لتحديات الإبكار، المحليات، الأصايل، وفي انطلاقها الجميل. ولا بدنا أن نسير إلى مقدمتها، إلى المركز الأول وإلى صدارة، إلى قند اللي على المركز الأول وعلى صدارة. سعيد بن سلطان بن خميس العويسي هو من يتصدر القائمة وينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهنية لحامد بن سالم بن حمد الدرعي يتواصل بالمرتبة الثانية، بينما المركز الثالث مع قوت الواصلة في هذه اللحظات فهد بن حمد بن علي أربيعان الواصل بهذا الانطلاق. ولكن من يتحرك في هذا التحرك؟ بدأت مشهورة لسالم بن سيف بن مصبح المسافري، يتقدم مع مشهورة ويأتي بهذا الانطلاق الكبير. ووصلت ايضا وتحركت الشاهنيه لسعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحباب، ياتينا في هذا الانطلاق الكبير ويتحرك بالامال والطموحات الكبيره نحو الفوز والانتصار. ولكن المركز السادس، سادس المراكز، من بدات وتحركت في هذه اللحظات شواهين لراشد بن حمد بن سالم الدرعي، وكذلك وصلت على المركز السابع مع انطلاقه شايبة لخالد بن حمودة بن زفنة الحرسوسي، كذلك وصلت أيضا وتحركت في هذه اللحظات على المركز الثامن لتتدخل أيضا حملولة أحمد بن عبد الله بن تريس الظاهري، والمركز التاسع مع انطلاقة وتحركات أيضا الواصلة النايفة لمفرحة انفرج بن مانع بن دواس العامر الواصل بهذا الانطلاق. ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى صدارة الشوط. إلى مقدمة هذا التحدي وإلى هذا الانطلاق الكبير، الصدارة الأولى تأتي مع انطلاقة مشهورة هي على المركز الأول وهي على الصدارة، باحثة عن الشهرة وباحثة عن الناموس والتتويج بناموس هذا الشوط. سالم بن سيف بن مصبح المسافري، بدأ المسافري بالمسافرة، بدأ يسافر إلى بر الناموس مع المركز الأول، بينما المركز الثاني حربة من قيرت إلى المركز الثاني، خليفة بن بطي بن سعيد الشامسي يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث مع الشاهنية حامد بن سالم بن حمد الدرعي، بينما المركز الرابع المراكز بدأت فتدخل هناك حملولة أحمد بن عبد الله بن تريسة الظاهري، وكذلك وصلت حركت على المركز الخامس مع مشهورة هناك على المركز الخامس في هذه اللحظات. ومن وصلت أيضا الشامخة لعوض بن سعيد بالكيلة العامري يتدخل في هذه اللحظات وينطلق هنا مع هذا المسار. كذلك وصلت هناك قزر لأحمد بن محمد بن نيروان المنصوري، وتدخلت أيضا وتحركت الشاهنية سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي يأتي مع هذا المسار الجميل وهذا التحدي الرائع والجميل مع هذا المسار الممتاز من الأسماء الواصلة في هذا الانطلاق الكبير. ولكن لابد من العودة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط لنتابع هناك مع هذا المسار، مع حربة اللي على المركز الأول، حربة على الصدارة، حربة على مقدمة الشوط. خليفة بن بطي بن سعيد الشامسي المركز الثاني مع بلتيلة ياتي مع الشامخة، عوض بن سعيد بلتيلة العامري ياتي بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث قند لسعيد بن سلطان بن خميس العويسي
والمركز الرابع من بدأ بالتدخل صبا، وصلت صبا هناك جمعة بن سالم بن راشد الهاشمي يأتينا بهذا الانطلاق الكبير، وكذلك تدخلت الله 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 يا هذه الأسماء، هناك الجزلة حمدان بن محمد بن حارب الدرعي وصل في هذه اللحظات، وصل بن حارب، ولكن عودتنا إلى بالكيلة هنا مع صدارة مع المركز الأول. إذن الشامخة 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 هي على المركز الأول، هي على الصدارة الأولى، هي على مقدمة هذا الشوط مع عوض بن سعيد بالكيلة العامري بدأ وأعلن المنافسة، ولكن صبا 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 على الصدارة على المركز الأول. جمعة بن سالم بن راشد الهاشمي ينطلق بالمركز الأول، وتحركت هناك جزلة لحمدان بن محمد بن حارب الدرعي، الله من وصلت وتحركت كذلك فتنة الشاب بن حمد بن سعيد الحافي تدخل في اللحظات الأخيرة وانتزع المركز الثالث، ولكن عودتنا إلى صبا إلى صبا إلى صبا على الصدارة على المركز الأول. جمعة بن سالم بن راشد الهاشمي هو على الصدارة والمركز الأول حتى هذه اللحظات، دزلة على المركز الثاني، بن حارب يأتي مع المركز الثاني، ولكن صبا 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 على الصدارة، صبا على المقدمة، تهانينا والناموس لمالك صبا. هناك جمعة بن سالم بن راشد الهاشمي على هذا الفوز، وسلام السلطان السلام على المركز الثاني، وصلت مع دزلة لحمدان بن محمد بن حارب الدرعي على المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث فتنة لشهاب بن حمد بن سعيد الحافي المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع هي قزر لأحمد بن حمد بن روان المنصوري والمركز الخامس، وصلت على المركز الخامس حملولة لأحمد بن عبد الله بن تريسة الظاهري. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الفاضل شاهدنا المنافسة القوية والتحدي الكبير، وكان التوقيت الزمني 7:44 و9 من الثانية، كان توقيت صبا الفائزة بناموس هذا الشوط لجمعة بن سالم بن راشد الهاشمي، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه جزلة لحمدان بن محمد الحارب الدرعي وتوقيتها الزمني 7:45 وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. بينما وصلت على المركز الثالث فتنة لشهاب بن حمد بن سعيد اليحافي من تدخلت في اللحظات الأخيرة وانتزعت المركز الثالث بتوقيت زمني مطال 7:45 و6 من الثانية، كان توقيت المركز الثالث مع انطلاقتي وتحدياتي هذه